بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي الطلبة، خاصة طلبة السنة الأولى ماستر شعبة أجهزة بيوطبية قسم الهندسة الكهربائية مقياس راديولوجي راديو بروتكسيون راديولوجي علم الأشعة واستعمالاتها في العلاجات، وكذلك راديو بروتكسيون الحماية منها ومن مخاطرها، واستعمالات الأشعة في التشخيص والتصوير الطبي وفي التطبيقات الصناعية. نبدأ بحول الله أول درس في هذا المقياس اللي يدخل في الباب الأول. هذا الجزء هو يتعلق بالبحث عن مصادر هذه الأشعة، من أين تأتينا هذه الأشعة. وإن شاء الله في الجزء الثاني نقدم بعض المفاهيم الفيزيائية العامة، وخاصة الفيزياء النووية التي تتعامل مع مصادر هذه الأشعة. إن شاء الله نبدأ بحول الله هذا الدرس الذي يتكون من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول نقدم فيه les sources naturelles de rayonnement، المصادر الطبيعية للأشعة. في الجزء الثاني les sources artificielles de rayonnement، المصادر الاصطناعية للأشعة. وفي الجزء الثالث نقدم التطبيقات العامة المختلفة للأشعة. كلنا نعرف أنه منذ بداية زمن الإنسان، منذ بداية خلق الإنسان، وهو دائما كان معرضا لبعض المستويات من الأشعة الطبيعية على الأرض. يعني ايتي سومي لوم ان سيرتان نيفو دو ريمون ناتورال. تو لي زورغانيزم فيفون سي ادابتي، يعني كل الكائنات الحية استطاعت التعامل مع هذه الأشعة. في ريمون ناتورال سو سون اوجوردي اجوتي لي سورس ارتيفيسيال دو ريمون سورتو دون لي بي اندستريالايزي. قبل النهضة الصناعية كان الإنسان معرض للأشعة الطبيعية. بعد قيام النهضة الصناعية، بعد ما استطاع الإنسان أن يصنع مصانع لإنتاج مصادر الأشعة الاصطناعية، صار أيضا معرضا لهذا النوع من الأشعة. لابور دي زاكتيفيتي هيومان على اكسبوزيسيون مويان دي بوبولاسيون au niveau mondial est estimé à environ 30% qui est dû essentiellement à l'exposition médicale. يعني 70% من تعرض الإنسان للأشعة يأتيه من مصادر طبيعية، 30% يأتيه من مصادر اصطناعية في عمله، وخاصة في التطبيقات الطبية. Les autres sources d'exposition artificielle ont une contribution relativement faible. C'est-à-dire les autres sources que les sources naturelles et les sources artificielles. Bon, les sources naturelles de rayonnement comprend les rayonnements cosmiques, يعني الأشعة الفضائية القادمة من خارج الأرض، l'exposition externe due au rayonnement tellurique, l'expansion interne due aux radionucléides introduits dans le corps humain par ingestion ou inhalation، يعني الأشعة اللي تأتينا من خارج الكوكب الأرض، والأشعة التي هي يمتصها الإنسان عن طريق الأكل أو عن طريق التنفس أو عن طريق اللمس. كذلك الإكسبوزيون ناتورال ديبوند دو ليو جيوغرافيك، يعني أين يسكن الإنسان في على الكرة الأرضية. وهذا يتعلق بالارتفاع والمساحة. اي دو سيرتان براتيك داكتيفيتي هيومان، يعني نشاطاته على الأرض. أولا نشرح ما معنى لريونمو كوسميك. نفرق بين لريونمو كوسميك بريمير و لريونمو كوسميك سيكوندار، يعني الأشعة الفضائية الأولية والأشعة الفضائية الثانية الثنائية. يعني الأشعة الفضائية التي تنتج بعد الغلاف الجوي، يعني على مستوى سطح الأرض. لراديو نيوكليد كوسموجينيك نشرح الآن ليريمو كوسميك بريمير. وش معناتها ليريمو كوسميك بريمير؟ ومديستانج ليريمو كوسميك دوريجين جالاكتيك، يعني الأشعة
التي تأتينا من المجرات خارج المجموعة الشمسية، اللي هي كومبوزي اسونسيالمون دو بروتون ديليكترون دو اوت انرجي اي دو نوايو ديليوم. لي بروتون اي لي زيليكترون اللي عندهم طاقة كبيرة، وكذلك نواة الهيليوم التي تأتينا من التفاعلات النووية على سطح الشمس، أو على التي تأتينا من مجرات خارج المجموعة الشمسية اللي رانا عايشين فيها. Le rayonnement cosmique d'origine solaire, composé de protons d'énergie moyenne plus faible, et dont le flux dépend des phases de l'activité solaire. Bon, le rayonnement cosmique primaire interagit avec les noyaux de l'atome de la haute atmosphère terrestre, l'oxygène et l'azote notamment, pour donner naissance au rayonnement cosmique secondaire et aux radionucléides cosmogéniques. هذا ما نسميه الأشعة الفضائية الثانية. يعني من تأتينا من تفاعل أشعة لخارج الأرض مع الغلاف الجوي الموجود الذي يدور حول الأرض، الذي يغلف الكوكب الأرض، والذي يتكون أساسا من الأكسجين والنيتروجين اللي هو الأزوت. لينمو كوسميك سكوندار كما قلنا varie avec l'altitude, يعني مع الارتفاع الإنسان اللي عايش فيها على الأرض. Dans la haute atmosphère, ce sont les protons, les neutrons et les mesons. Puis moi, de grande énergie qui sont prédominants. يعني هما اللي يكونوا مسيطرين داخل الأشعة. هذه les particules. هذه العناصر الصغيرة. Lorsque la couche d'air traversée augmente, les muons, les particules ionisantes, de haute énergie qui, malgré une vie moyenne très courte, c'est-à-dire 2,2 microsecondes, ils sont très pénétrants. يعني هذه les particules اللي مروا على الغلاف الجوي رغم أن عندهم une durée de vie يعني حياة قصيرة جدا 2.2 microsecondes ولكنهم يمروا بسرعة وعندهم une énergie très haute énergie, énergie عالية طاقة كبيرة جدا. Provenant de la désintégration des mesons et les électrons issus de l'ionisation et de la désintégration des mesons sont de plus en plus nombreux. Au niveau du sol, les muons, mu et les électrons constituent avec une composante plus faible de neutrons l'essentiel du rayonnement cosmique secondaire. Pour les radionucléides cosmogéniques, sont seuls 4 radionucléides cosmogéniques ont les contributions non négligeables à l'exposition au rayonnement naturel. واش هما هذ الاربع عناصر اللي عناصر المشعة اللي هي كوسموجينيك؟ اولا لو كربون 14 لو سي 14 اللي عنده ان بيريود يعني ان دومي في تفوق ال 5730 سنة. هذون سي دي زيميتور بيتا بون، يعني عناصر مشعات تشع العناصر بيتا بون. بروفيان دو لا كابتور دي نوترون تيرميك با لي نوايو دازوت. النيتروجين الموجود في الغلاف الجوي يقوم بعملية امتصاص النوترونات الحارة الحرارية القادمة من الشمس لإنتاج لو كربون 14، يعني النيتروجين يتحول إلى كربون 14، الأزوت يتحول إلى كربون 14. Il se retrouve dans l'organisme avec une activité par unité de masse de carbone qui est la même que dans les composés organiques du milieu. La teneur en carbone 14 du carbone naturel est évaluée à 227 becquerels par kilogramme de carbone. يعني كل واحد كيلوغرام من الكربون الطبيعي يوجد فيه العنصر النظير المشع للكربون اللي هو le C14. موجود مع لو سي 12 بنسبه قليله وقيمه اشاعه ضعيفه جدا هي 227 بيكرال، وبيكرال هي وحده قياس الاشعه ويعتبر رقم صغير جدا. العنصر الثاني من الاربع عناصر هو البيريليوم 7، البيريليوم 7 اللي عنده ان دومي في والله ان بيريود الدور 53.6 يوم سنتيمتر بيتا بليس سو ديبوز سور لي فيجيتو et pénètre par ingestion dans l'organisme humain. يعني كيف يدخل الجسم الإنسان عن طريق الأكل؟ يعني هو se dépose على الخضر والفواكه التي يستهلكها الإنسان.
العنصر الرابع اللي هو الصوديوم 22، الصوديوم 22 سنتيمتر بيتا بلس، اي لو تريسيوم سنتيمتر دو بيتا موا. لو تريسيوم هو الهيدروجين ثلاثة، هيدروجين التي نواته الذي نواته تحتوي على ثلاث نوترونات. عندهم ان بيريود دي في 2.6 للصوديوم 22 و 12.34 سنة بالنسبة للتريسيوم ليميتور بيتا موا. Ils s'introduisent dans l'organisme par injection. هذا كيما البيرينيوم يدخل الى جسم الانسان عن طريق الاكل. مي لور كونسونطراسيون اي تري فابل بارابور لو بيريوم لو بيريليوم. لي ريونمون تيليريك سي تادي لي راديو نوكليود بريمورديو سو سون دي زيليمون راديو اكتيف كي اون اكزيستي سور تير ديبوي سا كرياسيون. ايل سون بريزون دون لي روش لي سول بوكو دون لي ماتيريو دو كونسيليكسيون. هذون اللي يسموهم لي ريل موتيريك اللي جونا من لي راديو نوكليد بريمورديو، هذو وين يكونوا نلقاهم في العناصر، نلقاهم في الصخور وفي مواد البناء التي نستعملها في البناء. دون شاكون دي شان راديو اكتيف ناتورال، هذه لي شان ناتورال، لي شان راديو اكتيف ناتورال عندنا ثلاث سلاسل طبيعية للعناصر المشعة. السلسلة الأولى هي سلسلة اليورانيوم 238 والثانية هي سلسلة الطوريوم 232. إليا أن ديسوندون غازو، يعني كاين أن ديسوندون يعني عنصر في هذه السلسلة، أحد نتاج هذه السلسلة، السلسلة المشعة، غاز الرادون qui émane du sol et des matériaux de construction et qui constitue avec ses descendants à vie courte, c'est un émetteur alpha, une source d'exposition interne par analyse. C'est un gaz, on retrouve également les radionuclides primordiaux et leurs descendants à l'état trace dans les eaux de boissons, les végétaux, les différents produits consommés par l'homme, d'où une composition interne par ingestion, par exemple. Hello, nous avons des traces. هذه السلسلة المشعة الأولى، السلسلة الطبيعية، اليورانيوم 238 اي سي ديسوندو. لاحظ أن اليورانيوم 238 عنده ديوريد في 4. دومي في 4.47 في 10 قوة 9 عام. هو عنصر مشع ايميتور الفا، يعطينا التوريوم 234 اللي يدير دي تاعو 24.1 يوم، اللي هو بدوره ايميتور بيتا موا يعطينا لو بالاديوم 234 ويعيش 1.17 دقيقة لو ديمي دي تاعو كي يتحول الى يورانيوم 234. وهكذا نمر على كل هذه العناصر، التوريوم، الراديوم، البولونيوم، البلون، وفي الاخير كي يستقر في العنصر الاخير اللي هو البلون 206، يعني الرصاص 206 اللي هو العنصر المستقر الاخير لسلسله اليورانيوم 238. السلسله الثانيه للعناصر المشعه هي سلسله الطوريوم 232 اي سي ديسوندون. 232 للطوريوم عنده انديمي في 1.41 في 10 قوة 10 عام، هو سنتيمتر ألفا يتحول إلى عنصر آخر الار ام 228 الذي بدوره يتحول، هو ايميتور بيتا موا يتحول إلى العصيب 228، وهكذا يتحول إلى توريوم 238 إلى الار ام 224 لو بولونيوم حتى يصل إلى العنصر المستقر الأخير اللي هو البلون 208، هو العنصر الأخير المستقر الذي لا يشع. لي راديو نوكليد بريمورديو نكملوا معاهم، لو رادون، لو رادون غاز، لو بوتاسيوم 40، لو رادون ستانيزوتوب 222 و 220، هذو نظائر مشعة لبعضهم. تو لي دو سون دي زيميتور الفا كونستيتيو لا برينسيبال سورس ديكسبوزيسيون ناتورال. لو بوتاسيوم 40 اي ان ايميتور بيتا موا اي اوسي سان ايميتور غاما، عنده ان ديوري دو في 1.28 في 10 قوة 9 عام، وهو موجود في البوتاسيوم الطبيعي. البوتاسيوم 40 هو نظير مشع للبوتاسيوم الطبيعي العادي، افيك اون ابوندونس
يعني موجود بنسبة 0.0118% من البوتاسيوم الطبيعي، يعني نسبة صغيرة جدا جدا. لاكتيفيتي مويان تاع البوتاسيوم 40 انتيغري بار ان ادولت اي دو 3.6 10 بوسيونس 4 بيكرال بار اون، هذه اللي يمتصها انسان عادي في الحالة الطبيعية. اليورانيوم 238 هو عنصر موجود في الطبيعة وهو عنصر مشع طبعا، افيك سي دو ديسوندون، يعني عنده دو ديسوندون 200 والثوريوم 234 ولو بالاديوم 234 اليكيليبر اي اليورانيوم 234 il pénètre dans l'organisme par l'alimentation et il se concentre essentiellement dans les os et les reins. On estime l'activité moyenne intégrée à 5 بيكرل par an. هذه 5 بيكرل بار اون هي اللي يمتصها الانسان العادي في الحياه العاديه على الارض. قلنا هذه مصادر طبيعيه يعني لا يتحكم فيها الانسان. لو ثوريوم 230 هو عنصر مشع الفا كي بروفيان دو اليورانيوم 234 بعد اشعاع الفا دون لا بيريود اي دو 80000 اون اي سانترودوي دو لو كور هومان بار لا فوا ريسبيراتوار. Après remise en suspension dans l'air, يعني نستنشقوه في الهواء. Le radium 226 est un émetteur alpha. هو descendant directement du thorium 230. يعني émetteur alpha. Alpha هي نواة الهيليوم. نواة الهيليوم تحتوي على أربع عناصر، أربع نوترونات. يعني 226 يرجع 230 نضيفوا لها أربعة. كي ا اون بيريود دو 1600 عام il s'introduit dans l'organisme par ingestion et on estime à 15 بيكرل l'activité annuelle intégrée. يعني الجرعة السنوية التي يمتصها الإنسان، إنسان يعيش الأرض، هي 15 بيكرل في العام يستهلكها عن طريق الأكل. Le thorium 232 il s'introduit principalement dans l'organisme par l'inhalation comme le thorium 230. هذا غاز ايضا يستنشقه الانسان عن طريق التنفس. Les autres sources d'exposition naturelle كاين عناصر اخرى. Il y a un certain nombre d'industries extractives autres que celles d'uranium qui contribuent à l'exposition naturelle des populations et des travailleurs. Il s'agit en particulier هذه كاين صناعات المناجم غير المناجم اليورانيوم. نقصد بها المناجم تاع المعادن الأخرى. هذه المناجم عندما نستخرج معدن معين يكون معاه نظير المشع المصاحب لذلك العنصر أو مصاحب لعنصر آخر، لكن لا نستطيع التخلص منه إلا بعد عمليات كيميائية بعد استخراجه. أولا ليزاندوستري ديكستراسيون دو شاربون، يعني مناجم استخراج الفحم. الفحم لا يأتي وحده، الفحم على مستوى المناجم دائما يكون مصحوب مع اليورانيوم او اي عنصر مشع نظير لليورانيوم. كاين لا كومبيسيون دي شاربون لو بترول لي غاز ناتورال، استخراج الغازات، استخراج الغاز الطبيعي، استخراج البترول، استخراج الكربون. احتراقه يؤدي الى انبعاث غازات مشعه كما قلنا قبل الصفحه هذه. الثوريوم 234، اليورانيوم 230، هذه كلها غازات مشعه. الرادون، كل العناصر الموجوده في مصاحبه للمعادن في المناجم هي مشعه. ايضا نلاحظ تيليزاسيون دي فوسفات، مناجم الفوسفات مع بعض المواد البناء. اي لوتيليزاسيون دي زونغري فوسفات، يعني استعمالات الفوسفات في الفلاحه. ايضا الفوسفات لا ياتي وحده، ياتي معه عناصر مشعه ايضا يتم استخراجها من مناجم الفوسفات. الان نشوفوا لي سورس ارتيفيسيال دو ريم، يعني المصادر الصناعيه التي يصنعها الانسان بيديه وتكون مصدر للاشعه التي يستعملها الانسان في كل تطبيقاته. المصدر الاول المهم واللي اهم مصدر للاشعه اللي نصنع منه العناصر المشعه هم المفاعلات النوويه، لي رياكتور نوكليير. المفاعل النووي، بماذا يتكون مفاعل نووي؟ كيف يصير مفاعل نووي؟ كيف
يتم التفاعل داخل المفاعل النووي. أهم تفاعل داخل المفاعل النووي هو لا رياكسيون دو فيسيون، يعني التفاعل التسلسلي. وهذا التفاعل التسلسلي يتم داخل قلب المفاعل، ويتم تحرير طاقة كبيرة جدا من هذا من هذا التفاعل التسلسلي. هذا لا رياكسيون دو فيسيون كيف يتم لو برينسيب تاعها؟ سي لورسك ان نوايو فيسيل مثلا كما اليورانيوم 235 ابسورب ان نوترون تيرميك، اليورانيوم 235 ابسورب ان نوترون تيرميك، يعني نضرب نواة اليورانيوم 235 تتعرض الى نوترون تيرميك، il y a une certaine probabilité pour qu'il se scinde en deux et deux ou trois noyaux. يسموهم لي فرق فيسيون، يعني نتاج تفاعل هذا التفاعل التسلسلي. نواة اليورانيوم 235 تنقسم إلى جزئين دو فراغمون أو ثلاثة أجزاء تعطينا عناصر أخرى مختلفة عن اليورانيوم مع تحرير نوترونات معها وتحرير طاقة نووية كبيرة جدا. Cette scission est accompagnée de l'émission de 2 à 3 neutrons prompts. يعني هذا الانقسام، الانقسام النووي، انقسام النواة، يتم معه تحرير 2 أو 3 نوترونات. النوترونات السريعة، نسميها النوترونات السريعة. Les produits de fission primaire obtenus sont très fortement radioactifs. يعني العنصرين الأولين اللي يخرجوا من هذا التفاعل، من انقسام النواة، يكونوا مشعين جدا جدا. عندهم إشعاع كبير جدا. ويكون يكونوا ديزيميتور، يعني مشعين بيتاموا وجاما. لا فيسيون أيضا اللي هي التفاعل التسلسلي راح يحرر طاقة نووية كبيرة حوالي 200 ماذ ميجا إلكترون فولت. لو برينسيب دان رياكتور نوكليير le principe d'un réacteur nucléaire, faire fonctionner un réacteur nucléaire, c'est établir une réaction de fission en chaîne et contrôler de façon à entretenir un niveau sensible constant. يعني مفاعل نووي كيف نتحكم فيه؟ هو عبارة عن تفاعل تسلسلي لليورانيوم نقوم بالتحكم فيه. يعني نرفع طاقة المفاعل أو نخفضها عن طريق نظام تحكم في هذا المفاعل، يعني نقوم بتشغيل المفاعل أو توقيفه كما نحب المدة التي نحب التي نريدها. On y fait les neutrons provoquer de nouvelles fissions. Les neutrons اللي يخرجوا من التفاعل التسلسلي الأول راحين يديروا تفاعل آخر، هذا اللي يسموه التسلسلي، والتفاعل الثاني راح يخرج دي نوترون واحد آخرين اللي راحين يديروا تفاعل ثالث ورابع وخمس، وهذا يسموه التفاعل التسلسلي. أو هذا النيوترون واش يصرى لهم؟ يا إما يديروا قلنا تفاعل تسلسلي أو سون كابتوري بار دي نوايو نون فيسيل، يعني دي نوايو واحد آخرين اللي ما يديروش التفاعل التسلسلي راحين يبصروا هذا النيوترون. أو يقدروا يخرجوا من الرياكتور. هذو ثلاث طرق اللي راحين يتحرروا بهم لنوترون داخل المفاعل النووي. يعني أولا نعيدها، أولا يا إما يقوم هذا النوترونات بإعادة التفاعل مرة ثانية وثالثة ورابعة، وهذا ما نسميه تفاعل تسلسلي، أو جزء من النوترونات راح يتبصرها، يعني راح يمتصوه نواة أخرى ماهيش فيسيل، يعني ما لا تشارك في التفاعل التسلسلي، أو يمكن لهذه النوترونات أن تخرج من المفاعل. السي شاب دو رياكتور. Il s'agit donc d'équilibre des trois possibles. De trois possibilités pour que le nombre de fissions reste constant et d'une génération à la suivante. يعني باش نحافظوا على التفاعل التسلسلي، نفس النوترونات اللي يشاركوا في التفاعل الأول هما نفسهم اللي يشاركوا، نفس العدد اللي يشارك في التفاعل الثاني، نفس العدد اللي يشارك في التفاعل الثالث، نفسه اللي راح يتشارك في التفاعل N. وبهذا نحافظ على مستوى معين من تشغيل المفاعل، من مستوى تشغيل المفاعل، من طاقة المفاعل، أو من الفلو اللي هو التدفق النوتروني لمفاعل معين. بهذا نستطيع التحكم فيه. ماتيريو إيطاي دو رياكتور سون كاكولي بور أوبتينا ليكيب، يعني المواد المكونة لمفاعل نووي نحسبوها بحيث
نحصل على تفاعل تسلسلي مستقر بتحرير الطاقة التي نريدها والتدفق النيوتروني الذي نريده وعدد النيوترونات التي نريدها. لو ريغلاج فان يعني التحكم الدقيق في التفاعل عن تسلسل، التفاعل على تسلسل اللي هو الرياكسيون شان اي توبتوني بار دي بار دو كونترول. هذو دي بار دو كونترول يدخلوا في المفاعل هما اللي نتحكموا فيهم، نرفعهم او ننزلوهم داخل قلب المفاعل. وهذا التحكم الدقيق راح يسمح لنا بامتصاص النيوترون الزايدين اللي ما يشاركوش التفاعل، اللي ما يشاركوش التفاعل، او راح نحروهم برفع برفع هذا لي بار دو كونترول، هذا العناصر اللي داخل التي تمتص النيوترونات راح نرفعه. كي نرفعه راح نحرر عدد اكبر من النيوترونات، يعني راح نزيد التفاعل عن تسلسل، وبهذا نرفع طاقه المفاعل التي نريدها. هذه استنشيما دو برينسيب دان سونترال نوكليار. سونترال الفرق بين مفاعل نووي وسونترال نوكليار ان السونترال نوكليار اللي هو مركز نووي كبير لانتاج الطاقه وليس لانتاج النيوترونات او انتاج العناصر المشعه. هذا رسم لمفاعل طاقه. مماذا يتكون؟ يعني سنترال نيكليير ا رياكتور دو فيسيون، ا رياكتور ا يورانيوم اوريشي او لو او سوبريسيون. هذا مفاعل بي دبليو في ار، يسموهم بريشرايزد ووتر رياكتورز، يعني مفاعلات تعمل بالهواء المضغوط، بالماء المضغوط، الماء المضغوط، وباستعمال اليورانيوم المخصب، اليورانيوم اوريشي. ومن ماذا يتكون؟ يتكون من رقم واحد اللي هو قلب المفاعل لو كور دو رياكتور، اثنان هما لي بار دو كوموند او العناصر التحكم، جهاز التحكم في المفاعل، في طاقة المفاعل ومستوى الطاقة، يعني اللي هو التحكم في مستوى التفاعل التسلسلي داخل قلب المفاعل. رقم أربعة اللي هو لو بريشر ريزيرف، هذا اللي يقوم بضغط ضغط الماء داخل قلب المفاعل. رقم ثلاثة اللي هو الشانجور، الشانجور هو الجهاز التبادل الحراري ما بين الماء المضغوط وما بين البخار القادم من أجهزة إنتاج الكهرباء اللي هي 9 8 6 7 10، هذه أجهزة إنتاج الكهرباء وتكون بعيدة عن المفاعل. كما قلنا رقم 6 7 8 هي لا توربين، لاتيناتور، لا بومب، لو كوندنساتور اي لو دو لا ريفيير. هنا يتم تبادل حراري ما بين الماء العادي وما بين الماء الساخن القادم من المفاعل، وبهذا يتم تبادل حراري. هذا البخار اللي راح يحرك لي توربين رقم 6 ورقم 7، هذه لا توربين اللي راح تشعل الالتيرناتور لتنتج الكهرباء. هذا هو مبدا عمل سنترال نوكليار او مركز نووي لانتاج الطاقه الكهربائيه. أنواع المفاعلات النووية في العالم، هناك أنواع وتختلف الأنواع حسب التكنولوجيا، وهي تكنولوجيا الهندسة النووية للمفاعلات. هناك مفاعلات وتختلف حسب الشعب. هناك الشعبة الأولى اللي هي تكنولوجيا UNGGAGR، هذه من تتكون من جرافيت وغاز، وجرافيت والغاز هم مكونات قلب المفاعل. لوكالو بورتور هو لوكالو بورتور سي او دو، هو اللي عوض بخار الماء الذي استعملناه او الماء المضغوط اللي نستعملوه في البي دبليو في ار. لو موديراتور اللي هو الجرافيت، ما هو الموديراتور؟ الموديراتور هو النيوترون اللي يحاولوا يخرجوا النيوترونات السريعه، يعاود يرجعها نيوترونات حراريه كي تشارك في التفاعل التسلسلي، وبهذا يستمر التفاعل. وكذلك يختلف مفاعل عن مفاعل بدرجة تخصيب اليورانيوم المستعمل داخل المفاعل. مثلا مفاعل جرافيت الغاز يستعمل اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم إيو دو أوريشي، يعني هناك اليورانيوم الطبيعي دائما موجود بنسبة تخصيب طبيعية. كي نستعمله في مفاعل نقوم بتخصيبه، يعني لوريش اسمه، يعني نزيد عدد ذرات اليورانيوم 235 بالنسبة لذرات، نسبة ذرات اليورانيوم 235 بالنسبة لذرات اليورانيوم 238، تكون نسبة 1%، 2%، 3%، 20%، 70%، 80%، حتى 90% نصلها من نسبة التخصيب، يعني وجود النواة. أعيد،
ذرات اليورانيوم 235 هي التي تقوم بعملية التفاعل التسلسلي داخل مفاعل، 238 لا تقوم، يعني 238 تقوم بامتصاص النيوترونات ولا تقوم بتفاعل الرياكسيون شان، التفاعل التسلسلي. هناك النوع الثاني اللي هو لولورد، انواع كاندو، هذا النوع من المفاعلات يستعمل دي دو او اللي هو ديتريوم، كاين كاين الهيدروجين للديتريوم اي لوتريسيوم، هذا ثلاث نظائر. هذا عباره عن هيدروجين عنده نوترونين داخل النواه نتاعو، يستعمل موديراتور اولورد ويستعمل اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم اللوريشي. كاين المفاعلات التي تعمل باللو اوردينار الماء الطبيعي، كاين اللي تعمل بالنيوترونات السريعه، وكاين اللي تعمل ب الماء والجرافيت. هذه انواع التكنولوجيا المفاعلات النوويه الموجوده في العالم. هناك المفاعل كي يقوم بإنتاج طاقة معينة أو إنتاج نظائر مشعة، يعني لازم له وقود، هذا الوقود اللي هو الكومبسيبل نيوكليير، الوقود النووي. النقود النووي هو اليورانيوم، وكما قلنا في الصفحة السابقة هناك اليورانيوم اللي نستخرجوه من المناجم يعتبر يورانيوم طبيعي، يعني راح يفوت على مراحل باه نقدروا نستعملوه داخل المفاعل، وهذا اللي يسموه لو سيكل دو كومبسيبل نيوكليير، يعني دورة الوقود النووي. لو كومبسيبل دو باز لينيرجي نيوكليير هي اليورانيوم، طبعا اليورانيوم اليا بليزيور ايتاب سون نيسيسير بور باسي دو مينري اكستري de la mine jusqu'au combustible se forme requise pour être utilisé dans un réacteur nucléaire. يعني رجعوه للشكل المناسب للاستعمال داخل مفاعل نووي. Après son séjour dans le réacteur, يعني بعد ما يتم احتراق هذا الوقود داخل المفاعل النووي يصبح كومبستيبل إرادي أو يعني مستهلك أو مستعمل. راح نخرجوه من المفاعل النووي، يعني بعد ما يكون احترق هذا الكومبس يكون احترق، ولا نستطيع زيادة استعماله، ما نستطيعش نوصل الطاقة اللي نحوس عليها بهذا الوقود الذي تم استهلاكه. واش نديرو له؟ نخرجوه من المفاعل النووي ونضعه في سيت، في موقع من أجل تخفيض إشعاعه، pour réduire son activité et avant d'être transporté vers l'usine de retraitement، يعني إعادة المعالجة هذا، أو من أجل الاستوكاج ديفينيتيف، من أجل تخزين وهذا اللي يسموه ميديشي نيوكليير أو النفايات النووية قبل أن يصبح نفايات نووية. هذا مخطط عن دورة الوقود النووي، تبدأ من إكستراكسيون إي كونسنتراسيون لورانيوم ناتورال اللي راح نحولوه لإكزافليور اليورانيوم، وهذا الإكزافليور اليورانيوم راح نديرو له عملية التخصيب لوريشيسمو باش نحولوه أكسيد اليورانيوم بدرجة تخصيب أعلى من اليورانيوم الطبيعي، ومنه نقوم بصناعة عناصر الوقود التي نضعها في المفاعل، فابريكاسيون دي زيرمو كومبسيبل. في هذا المستطيل الأحمر هنا تحدث لا كومبسيون دو رياكتور، يعني احتراق هذا الوقود النووي اللي حضرناه مدة معينة، مجموعة من السنوات، إلى أن يصبح كما قلنا يورانيوم محترق. إما نحوله إلى ستوكا ديفينيتيف، يعني للتخزين كنفايات نووية، أو نقوم بإعادة معالجته، نقوم باستخراج البلوتونيوم ونستعمله كوقود مرة ثانية إلى المفاعل، أو نستخرج منه بعض اليورانيوم ونحوله إلى يورانيوم طبيعي، نعيد تخصيبه من جديد، يعني نطلع نسبة تخصيب اليورانيوم 235 فيه. بقايا لي برودوي فيسيون والله منتجات المفاعل تعتبر دي ديشي، راح نحولوها إلى الاستوكاج دي ديشي، يعني تخزين النفايات النووية. لي سورس ايزوتوبيك دو نوترون، واش هما لي سورس دو نوترون اللي رايحين نخدمون في مفاعل نووي؟ مفاعل نووي ماذا نصنع به من اجل انتاج النظائر المشعه؟ اولا نبدا ب لي رازوتوب اللي هما مشعين نوترونات، يعني يعطونا نوترونات في الاشعه تاعهم.
Elles sont basées sur l'utilisation d'un mélange de matériaux légers, comme le beryllium par exemple, le bore, comme des substances radioactives émetteurs de particules alpha et gamma. Les neutrons sont produits par la réaction alpha neutron ou la réaction gamma neutron. يعني هذا العناصر le beryllium ou le bore نتاكوهم بعنصر الالفا او عنصر الجاما من المفاعل يعطونا نوترونات وهذو هما مصادر النوترونات البيريليوم اي لو بور لي زيميتور الفا لي بليز يوتيليزي سون لاميريسيوم لو بولونيوم لو بلوتونيوم لو راديوم هذه كلها عناصر تنتج النوترونات وهذه لاميريسيوم لو بولونيوم لو بلوتونيوم تنتج لنا الفا سي دي زيميتور الفا. Les réactions produisant des neutrons lorsqu'on utilise le cible de beryllium, هذا هو التفاعل الذي يحدث داخل المفاعل عندما ندخل فيه عنصر البيرينيوم يتفاعل مع الجاما يعطينا بيريليوم مشع بيريليوم 8 4 زائد نوترون يعني يكون ايميتور دو نوترون. Les neutrons produits par les sources alpha neutrons ont un spectre continu en énergie. La durée de vie de ce type de source est évidemment égale à celle de l'émetteur alpha utilisé. Contrairement aux sources alpha neutrons, les sources gamma neutrons peuvent être utilisées pour produire des neutrons mono-énergétiques. Et en choisissant une source gamma mono-énergétique. في هذا الجدول نستطيع أن نضع مصادر النوترونات التي نحتاجها. مصادر النوترونات كما لو بيريليوم، لو بولونيوم، لو بور بولونيوم 210، لو بيريليوم راديوم و le beryllium plutonium عندهم انرجي مويان طاقه متوسطه وعندهم ديري دي في يعني المده دومي في يعني المده اللي يبقاو فيها ديزيميتور نوترون باش يوصلوا نصف الحياه نتاعهم باغ اكزومبل لو بولونيوم 210 مع البيريليوم مده نصف حياته هي 138 يوم وكذلك بقية العناصر الموجودة في هذا الجدول كما لو كادميوم 252 لا برودكسيون دي راديو اليمون انتاج النظائر المشعة كيل سون لي مود دو برودكسيون كيف نقوم بانتاج النظائر المشعة اللي راح نستعملوها كمصادر أشعة في دروسنا القادمة لي تروا برينسيبو مود دو برودكسيون دي راديو نوكليود ارتيفيسيال يعني اللي ننتجوهم بطريقة صناعية كاين لاكتيفاسيون نوترونيك ما هي لاكتيفاسيون نوترونيك هي تنشيط النوتروني افيك دي نوترون تيرميك دون ان رياكتور نوكليير دي راديو يعني نضع عنصر مستقر اللي هو الصابن في قناة تجارب داخل مفاعل يتعرض هذا العنصر لتدفق النوتروني تحدث له ان اكتيفاسيون نوترونيك يعني تنشيط نوتروني تضاف له الكترونات او تنزع منه الكترونات يتحول الى عنصر مشع عنصر مشع نظير للعنصر المستقر الذي ادخلناه في قناه التجارب في المفاعل النووي هذه الاكتيفاسيون نوترونيك كاين لاكتيفاسيون بروتونيك ما نستعملوش لي رياكتور نوكليير لان لي رياكتور نوكليير كما شفنا سي دي برودكتور دو نوترون يعني هما روبيني دو نوترون كما قال استاذي الفاضل عبد الحميد الله يذكره بخير في أول درس تلقيناه في التفاعل التسلسلية تعريف مفاعل نووي هو سيتا روبيني دي نوترون إذا احتجنا لبروتون نستعمل جهاز آخر اللي هو السيكلوتون هذا سيتا روبيني دي بروتون عكس المفاعل النووي اللي هو سيتا روبيني دي نوترون avec des protons d'énergie comprise entre 5 et 40 MeV produits dans un accélérateur de particules de type cyclotron. هذا عندما نضع عنصر مستقر داخل ان سيكلوترون يتم ضربه بمصدر بروتونات بهذا روبيني دي بروتون يتم إضافة بروتونات لنواته يتحول إلى راديوزوتوب أو إلى عنصر نظير للعنصر المستقر الذي أدخلناه في البداية. La séparation de produits de fission par la dissolution et traitement chimique de combustible irradié.
قلنا الوقود النووي الذي نستعمله في مفاعل في رياكسيون دو فيسيون عندما يتم استهلاكه او احتراقه داخل المفاعل ماذا يصبح؟ يصبح كومبستيبل ارادي او مستعمل. وش فيه؟ من ماذا يتكون؟ يتكون من لي برودوي فيسيون، يعني من منتوجات التفاعل التسلسلي. عند انقسام نواة اليورانيوم راح تعطينا عناصر اخرى غير اليورانيوم. هذه العناصر تعتبر عناصر مشعة قوية جدا، مصادر للأشعة التي نحتاجها، كل أنواع الأشعة اللي هي الإكس، الجاما، البيتا بوال، البيتا بليس، إي لي نوترون. لي برودوي رياكتور بور بيباري أن راديو إليمون دون زان رياكتور، كيف نحضر عنصر مشع في مفاعل؟ كيف نصنع عنصر مشع من مفاعل باستعمال مفاعل؟ لا سيب الإرادي إي تريتي دو فاسون أ أوبتونير أن برودوي كي ريبون أ دي كريتير بيان ديفيني سون لوزاج بريفي سواء ميديكال أو إندستريال. على حسب استعمالات النظير المشع اللي راح نستعملوه راح نحضروا هذا العنصر. تحضيره كيف يتم تحضيره؟ يحتضره يعني لومباراج اللي راح نخدموه فيه. هذه أولا. ثانيا، ما هو لو كانال داخل الرياكتور، يعني وش من بوزيسيون، وش من وضعية راح نحطوه داخل قلب المفاعل، يعني لأن قلب المفاعل يتكون من نقاط مختلفة التدفق النوتروني. يعني كل ما نغير نقطة وضع هذا العنصر المستقل اللي رايحين نستعملوه بور إيرادياسيون راح يتغير التدفق النوتروني اللي راح يتعرض له هذا العنصر. وكل ما كان التدفق النوتروني أكبر كل ما تغير العنصر النظير اللي نحتاجوه، يروح العنصر النظير آخر، يعني على حسب الاستعمالات تاعنا. يعني راح نقوم بتحضير حقول التجارب لهذه العناصر. سترات مود واتر افكتي دون دي زونسان دو برودكسيون بلاندي، يعني لي زونسان في 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 اماكن مغلقه وصلبه جدا ومحميه. اسيور لا برودكسيون بيولوجيك دي زوبيراتور، يعني لي زوبيراتور العاملين راح يتعاملوا مع هذه العينات اللي راح يدخلوها داخل المفاعل لازم يكونوا محميين. هذا العمال اللي راح يستعملوا راح يقوموا بالتعامل مع هذه العناصر وتحويلها من عناصر مشعه، من عناصر مستقره الى عناصر الى نظير مشع. لو برودوي فينال دو سوبير ديفيرون كونترول فيزيك كيميك بيولوجيك افون دوتيليزي، يعني العنصر بعد ما خرجوه من المفاعل راح نديروا له كونترول فيزيك. ماذا تغير منه؟ كيف أصبح؟ ما هي الخصائص الفيزيائية؟ هل تغيرت خصائص فيزيائية نتاعو اللي كانت في العنصر المستقر الأول اللي أدخلناه؟ ما هي الخصائص الكيميائية؟ يعني هل تغير عدد الإلكترونات في خارجه اللي هو العدد الزائد؟ والخصائص البيولوجية يعني تأثيره على الإنسان الأوبيراتور اللي راح يستعمله. هذو لي برينسيبو راديو ليمو برودوي دان زان رياكتور، هذو هما العناصر الأساسية، النظائر المشعة الأساسية التي ننتجها داخل مفاعل نووي، وهي لو كوبالت 60، لو فير 55. لو فير 55 هو ايزوتوب نتاع الفير 56، لو كادميوم 109، الريديوم 190، الصوديوم والترانسموم. هذه العناصر عندها ديوري دو في تتراوح ما بين بضع دقائق الى ايام الى سنوات الى عشرات السنين. في الجدول نرى ايضا لو تيب ديميسيون، يعني نوع الاشعاع اللي راح يصدر هذا النظير المشع. كاين عناصر اللي تنتج اشعه اكس، كاين اللي راح تنتج جاما، كاين اللي راح تنتج بيتا موان، بيتا بليس، دي نوترون. هذه كلها عناصر مشعه ينتجها مفاعل نووي. اما بالنسبه للي برودوي اللي ينتجهم ان سيكلوترون، اللي قلنا السيكلوترون هو مصدر للبروتونات وليس النوترونات كما في المفاعل. هذو لي راديو اليومو سي دي راديو نيكلويد ديفيسيون نوترون، يعني ما فيهمش لي نوترون بزاف، فيهم لي بروتون اكثر لي نوترون لانهم تعرضوا للتدفق بروتوني. سو ديزانتيغر بار كابتور الكترونيك افيك ايميسيون دو بيتا بلس ne peuvent être formés par réaction neutronique ou par fission de neutrons. Les caractéristiques principales de ces radioéléments, هذو اللي راح ينتجهم لي سيكلوترون، كاين اليود 223، الروبيوم 81، التيليوم 201، لانديوم 111، الغاليوم 67. عندهم ان دومي في مختلفه، عندهم ان انرجي مختلفه، ولا رياكسيون اوتيليزي فيها
رياكسيون اوتيليزي داخل السيكلوتون باش ننتجو هذا اللي راديو اليمو العناصر المشعه اللي ينتجها لنا ان سيكلوتون. ايضا لو بريباراسيون سيت لوتيليزاسيون دو رياكسيون نوكليير كي كومبورت لو بومباردومون دو سيبل بار دي بارتيكول شارجي اكسيليري دون ان سيكلوتون. علاه نسموه ان اكسيليراتور دو بارتيكول، يعني راح نسرعوا بعض العناصر المشحونه كما البروتون مثلا لو بروتون بليس من اجل انتاج عناصر نظائر مشعه، يعني راح نغيروا في عدد البروتونات وعدد النوترونات داخل نواه العنصر المستقر لتحويله الى عنصر غير مستقر، يعني عنصر مشع. لي راديو نيكليد اكس راي دي كومبسيبل ايرادي، هذا المصدر الثالث اللي تكلمنا عليه اللي نقدروا نجيبوا لي راديو اليمون من الكومبسيبل ايرادي، يعني من الوقود المستعمل من المفاعل او من السيكلوتون. لو روتريتمون دي كومبسيبل ايرادي كوندوي ا تروا كاتيجوري دو برودوي، كاين لي زورانيوم يعني انواع اليورانيوم اللي راح تخرج، من اليورانيوم 235 راح يستهلك في التفاعل التسلسلي بالاحتراق. واش يبقى لنا؟ يبقى لنا جزء قليل من اليورانيوم 235 يعني ينقص التخصيب نتاعو، لان اغلب الذرات راه شاركت في التفاعل التسلسلي يعني استهلكت. هناك عنصر اخر اللي هو اليورانيوم 234 اليورانيوم 238، هذو كاع يخرجوا في الكومبسيبل ايرادي، الكومبسيبل الوقود المستعمل. كاين انواع البلوتونيوم، البلوتونيوم 239 240 241 242، هذو نظائر مشعه للبلوتونيوم الواحد، هذه ايضا عنصر مشع. لي برودوي دي فيسيون او لي تونسيو يورانيا، يعني العناصر التي تنتج بعد التفاعل النووي، يعني بانقسام نواه اليورانيوم وبانقسام النواه الانويه الاخرى التي تاتي بعد في التفاعل الثالث. الان نواصل. La troisième catégorie, c'est la troisième catégorie qui comprend la plupart des radionucléides produits par cette technique. Parmi les radionucléides obtenus après le retraitement du combustible RD, يعني بعد ما نعالج الوقود المحترق، نقدروا نستخرجوا الاسترونسيوم 90، اليود 131، السيزيوم 137 عبارة عن غاز، الامريسيوم 241، السيام 244، السياف 252، الموليبدان 99، الكزينون 133 وعناصر أخرى كذلك. لي سورس سيلي ولي سورس نون سيلي، هذو مصادر الإشعاع اللي راح نخدموهم في المفاعلات ولا نخدموهم في السيكلوترون، كاين اللي نخدموهم سيلي كاين اللي نخدموهم نون سيلي. Les radionucléides artificiels sont utilisés dans beaucoup d'applications, يعني en médecine ou en agriculture ou en industrie. هذو ثلاث تطبيقات للعناصر المشعة للإشعاعات النووية، تطبيق طبي، تطبيق فلاحي وتطبيق صناعي. كل تطبيق يختلف عن الآخر حسب السورس اللي راحين نقوم بتصنيعها في مفاعل نووي أو في سيكلوترون. Selon la nature d'application envisagée, le radionucléide se présente sous forme de sources scellées ou non scellées. Les sources scellées ou les مصادر الإشعاع ou هذه المصادر الإشعاع تكون scellée يعني مغلفة يعني blindée، هذه هي scellée. Sont constituées de substances radioactives يعني مادة مشعة incorporées dans des matières solides داخل مواد صلبة أخرى تحيط بها يعني لحمايتها ولحماية الانفيرونمون منها. دون دي زونفلوب بريزونت ان ريزيستونس سيفيزون، ريزيستونس ميكانيك ولا ريزيستونس ترميك. بور ايفيتي دون دي كونديسيون نورمال دومبلوا توت ديسبيرسيون دو راديو اكتيفيتي، يعني من اجل الاحتياط ممكن تصرفويت يعني نتاع راديو اكتيفيتي من هذا المصادر السيلي. لي سور سيلي سون دافونتاج دو نو بريزونتي كان ريسك ديكسبوزيون اكسترن سون اوكان ريسك دو كونتاميناسيون، يعني راهم محميين جدا هذا المصادر السيلي. لي سورس نون سيلي هذو نستعملوهم ثاني في دي تطبيقات معينه، سون دي زوج اون جينا نستعملوهم في زوج ميديكو. في الميديكو ما نحتاجوش لي سورس سيلي، مش راح نديروهم بلاندي لاننا راح نستعملوهم في تطبيقات طبيه، راح نعالجوا بهم مرضى، يعني نحتاجوهم نون سيلي.
qui ont conduit à utiliser des fins diagnostiques min ajl al-kashf an al-amrad. Une très grande variété de radioaliments se forme de sources non scellées, par exemple les conos liquides, ou la poudre, ou la gaz. هذو هما يكونوا الشكل تاعهم، يا اما يكونوا غاز، يا اما يكونوا بودره، يا اما يكونوا ليكيد يعني سوائل. هذه المصادر لي سورس بريزونت على فوا ان ريسك ديكسبوزيسيون اكسترن اي ان ريسك دو كونتاميناسيون، عندهم ريسك دو كونتاميناسيون يعني يقدروا عفوا يقدروا يلوثوا البيئه او يلوثوا العامل اللي راح يستعملهم. دو لا نيسيسيتي دين بلي غروند فيجيلونس، يعني لازم ينتبه العامل اللي راح يتعامل بهم، وخاصة في التطبيق التطبيقات الطبية. بور لي برودكسيون دي بارتيكول شارجي، هما العناصر المشحونة، هذه العناصر المشحونة اللي راح نستخرجوها. لا برودكسيون دي بارتيكول شارجي سي في با لو مويان دو غروس ماشين الكتريك ابلي لي زاكسيليراتور. هذو ماهمش لي سيكلوتون، لي سيكلوتون سي 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 دي روبيني دو بروتون. لي ماشين دي غروند ماشين الكتريك اللي عندهم اللي يمشوا بقوه كهربائيه كبيره نسموهم لي زاكسيليراتور دو بارتيكول. تو لي زاكسيليراتور دو بارتيكول سون كومبوزي دو كومبوزون سويفون، هام لي كومبوزون اللي متكونين منهم لي زاكسيليراتور. عندهم اون سورس ديون يعني مصدر شوارد، دي زيلكترود برودويسون لا تونسيون اكسيليراتريس يعني اقطاب تنتج لنا فرق كمون كبير، دي شون مانيتيك بور لا ديفياسيون دي بارتيكول اكسيليري، وحقول مغناطيسيه كبيره جدا من اجل توجيه العناصر المسرعه اللي راح ننجوها. هذه العناصر المشحونه المسرعه من راح نوجهها باستعمال حقول مغناطيسيه قويه جدا ومتحكم فيها. اون ديستينغ دي زاكسيليراتور لينيال اي لي زاكسيليراتور سيكولار، هذه لا تكنولوجي تاع لي زاكسيليراتور. هذا سيستم تيب داكسيليراتور سيركولار دون سي ماشين دو فيسو باس بليزيير فوا دون لا ميم كافيتي لي سيكلوتون. دون سو كا اون ان شون مانيتيك كونستون اي ان ريون دو تراجيكتوار كونستون لي سينكروترون لي زاكسيليراتور قلنا كاين زوج انواع لي سيكلوترون اي لي سينكروترون. في الاول في لي سيكلوترون لو شون مانيتيك اي كونستون اي لو ريون دو تراجيكتوار كرواسون. في لي سينكروترون لو شون مانيتيك اي كرواسون الوغ كو لو ريون دو تراجيكتوار اي كونستون، سي با كرواسون الي كونستون. لي زاكسيليراتور لينيير واش فيهم؟ لو فيسو باس كي فوا دون لا ميم كافيتي، يعني لو فيسو دي بارتيكول شارجي فوت في اون سول كافيتي. اكزومبل لي زاكسيليراتور الكتروستاتيك، لي زاكسيليراسيون سو اون فورم اون ديفيرونس دو بوتونسيال كونتينو، يعني عندهم يعني ديفيرونس دو بوتونسيال يعني فرق كمون ثابت على طول لا كافيتي. سي لا بروميير جينيراسيون داكسيليراتور، وهذه هي الجينيراسيون الاولى اللي خدموهم، لي زاكسيليراتور الاولى اللي خدموهم في السنوات الخمسينات والستينات. سي ماشين سو سون بريسك بليز اوتيليزي، ماهمش اوتيليزي الان كاين دي زاكسيليراتور واحد اخرين لي ناك. دون سو كا داكسيليراتور سوفي دون لي كافيتي هيبر فريكونس، لي كافيتي هذو يخدمو افيك اون فريكونس تري غون فريكونس بجيجا هرتز تيرا هرتز واكثر. بون بور لا بروتيكسيون دي ريو اكس، الان نروحو لانتاج الاشعه، نبداو باول شعاع اللي هو اول اشعه، عفوا سبا شعاع، اول اشعه هي اشعه اكس اللي مستعمله كثيرا في التطبيقات الطبيه. لي ريو اكس سون جينيرالمون برودوي دون ان تيب افيد او ان جي ديليكترون اكسيليري بار ان شو الكتريك، يعني تيار من الالكترونات مسرع بحقل كهربائي كبير. هذا الحقل الكهربائي اللي نحصلوا عليه من لا اوتونسيون، من درجه فرق كمون كبير كي بومبارد اون سيبل ميتاليك. هذا الفلو ديليكترون ان جي ديليكترون، هذا التيار تاع الالكترون راح يبومباردي اون سيبل ميتاليك عندها زد ال في، يعني عنصر يعني معدن عنده عدد الالكترونات زد كبير، زد ال في في لونتي كاتود، اي برودوي بار ريونمون دو فريناج ان سبيكتر كونتيني دو ريكس بار
par le rayonnement de freinage اللي موجود على مستوى الالكترونات راح ينتج ريون دي ريون اكس. الانرجي سينيتيك دي زيلكترون سو ترانسفورم، الانرجي سينيتيك يعني الطاقة الحركية للالكترونات راح تتحول بوريفابل بار اون ريون اون ريون اكس، الطاقة الحركية للالكترونات راح تتحول الى اشعة اكس. دون بار امبورتونت انرجي كالوريفيك، والى طاقة حرارية دون نيسيسيتي دو نفرز، يعني جزء صغير راح يتحول الاشعة اكس، والجزء الاكبر اللي هو الاعظم راح يتحول الى طاقة حرارية يجب تبريدها، يعني يجب تخفيضها. باش نخفضوا هذه الطاقة الحرارية ان سيركويت ريفرودسمون دو ودار يتوتيليزي بور ابسوربي سيت انرجي كالوريفيك. Bon, les tubes à rayon X modernes sont de type Coolidge à vide poussé. La cible est généralement en tungstène ou en molybdène. Les gammes de haute tension utilisées dans les applications médicales sont les générateurs de rayon X sont الأجهزة الكشف بأشعة X فيها ثلاث أنواع لحسب استعمالتها. أول جهاز إذا كان الطبيب راح يستعمله في الماموغرافي، تصوير الماموغرافي، يستعمل جهاز مصدر ريو إكس اللي قوته ما بين 25 إلى 40 كيلو فولت، تصدر نوع من الأشعة اللي يستعمله في الماموغرافي. إذا كان راح يستعملها في الراديوغرافي الدونتاري، يعني طبيب الأسنان، الراديو تاع الأسنان، في الراديو تاع الأسنان نستعملوا مصدر أشعة إكس يتراوح ما بين 50 و 70 كيلو فولت. بالنسبة للتطبيقات الأخرى في الميدسين، معناتها تصوير العظام وتصوير الأعضاء الباقية للراديوغرافي، نستعملوا مصدر أشعة إكس يتراوح قوته ما بين 60 و 150 كيلو فولت. الآن هذا هو البرنسيب دو فونكسيونمون دين سورس دو ريون اكس، هذه اللي يستعملها الطبيب. هاي متكونه من اون سنت بلومبي اون بول دو فير انود فويي فيناتر فيلامو لي كاثود اي مصدر اشعه اكس اللي راح نستعملوه للتصوير. لي ديفرونتيليزاسيون دو ريون. الان نروحوا للنقطه الثانيه، النقطة الأخيرة اللي هي استعمالات الأشعة. أين نستعمل الأشعة؟ يعني راح نمر عليها بصفة عامة قبل ما راح نشرحها في 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 درس آخر مستقل. الاتيليزاسيون دارير موميتين، أولا استعمالات الأشعة في الطب، هذا أول استعمال. كما قلنا في البداية في المدخل، قلنا هناك استعمالات في الطب واستعمالات في الفلاحة واستعمالات صناعية في ميادين صناعية أخرى. أولا الاتيليزاسيون ميديكال دي ريمو كونستيتيو لا بروميير سورس ارتيفيسيال ديكسبوزيسيون دي بوبيلاسيون اترافير لو موند، يعني استعمال هذا المصدر الإشعاع هو أول مصدر إشعاع ظهر للإنسان. لي ريمو سون تري لارجومون اوتيليزي اوسي بيان دون ان بوت دياغنوستيك كون ثيرابوتيك، يعني الأشعة بصفة عامة غالبا كما الريو إكس الريو جاما غالبا ما نستعملوها 80% نستعملوها في للكشف للدياجنوستيك، وبعض الأشعة القليلة نستعملوها في لاتيرابي يعني في علاج الأمراض. نستعملوا الأشعة أغلبها نستعملوها في دياجنوستيك كما التصوير الطبي مثلا. بيان كو لي دوز ريسي سون بارفوا سيغنيفيكاتيف، أحيانا يكون عندها قيمة هذه الأشعة اللي راح يمتصها المريض أو الطبيب اللي راح يستعمل هذه الأشعة، المريض أو الحامل الاثنين. لو بينيفيس بور لا سونتي دو باسيون كومبونس تري لارجومون لي ريسك بوتونسيال اونكوري، يعني رغم خطورتها ورغم خطرها وضررها على جسم الإنسان إلا أن فوائدها أكثر منها، وهذا اللي راح يبررنا استعمالتها. ورغم ذلك لا يجب أن نذهب مباشرة لاستعمال الأشعة إلا إذا كان مبررا، يعني في الحالات القصوى، يعني اللي لازم الكشف عن طريق الأشعة هي من الأفضل نستعمل وسائل أخرى للكشف، لكن إذا اضطرينا للكشف بالأشعة بهذه الراديوات اللي هي الالتراسون، أشعة إكس، أشعة جاما، كل هذه الراديوات اللي هي، إذا من الأحسن أننا ما استعملوهاش إذا قدرنا نكشفوا بها من الأحسن.
اذا اضطرينا للكشف بها ما لازمش نستعملوها دائما. دونك il est nécessaire de mettre en œuvre tout ce qui est techniquement possible pour réduire la dose. يعني اذا اضطرينا لاستعمالها لازم ناخذ كل الاحتياطيات، كل الاحتياطات يعني من الحمايه، من الاشعه، نبتعد عنها، يعمل فيها عامل واحد ويكون محين، يكون مراقب عن طريق الفيلم الذي يستعمله، عن طريق اللباس الذي يستعمله، عن طريق الوسائل اللي راح يستعملها، بحيث ما يمتصش الجسم تاعو، لا يمتص اشعه اكثر من اللازم، او راح يضر اذا كان يعالج في عضو في الجسم، راح يضر العضو القريب منه. لي ريون مو يوتيليزيو ميديسين مثلا دون لو دومين ميديكال على فوا بور لو دياغنوستيك اي لا ثيرابي، بور لا دياغنوستيك اي لا ثيرابي، يعني من اجل الكشف او من اجل العلاج. كاين لي ريو اكس نستعملو الراديولوجي يعني من اجل الكشف. لي ريو غاما كاين نستعملو الراديو ثيرابي يعني من اجل العلاج الداخلي او الخارجي لجسم الانسان. او ميديسين نوكليير في الطب النووي. لي زيليكترون برودوي بار اكسيليراتور بور لي بيزوان راديو ثيرابوتيك. ثيرابي. لو ريمو بارتيكولير الالفا بيتا اون راديو ثيرابي انترن. لي نوترون لي بروتون اون راديو ثيرابي اكسترن. هذو هما الانواع الاشعه اللي نستعملوها في الميديسين. لي زيكزام راديولوجيك اون ريو اكس بار اكزومبل في الريو اكس. Les examens radiologiques sont de loin la plus fréquente utilisée dans le rayon médecine. يعني أشعة X هي الأكثر استعمالا في الطب. يعني نقدر نصور أغلب أعضاء الإنسان بأشعة X. أغلب أعضاء الإنسان. إلا إذا اضطرينا أن نستعملوا إذا كنا حابين دقة أكثر راح نستعملوا دي راديو واحد آخرين، يعني مصادر أشعة أخرى. لكن الغالبية لريو X. Bien que les doses individuelles associées à ces examens sont généralement faibles, leur répétition conduit à des effets, à des doses efficaces collectives non négligeables. يعني إذا كان في راديو واحد رايح نمتصو جرعة معينة صغيرة جدا، إعادة استعمال أشعة راح يتكميلة، يعني راح يتراكم تتراكم هذه الجرعات في جسم الإنسان ونوصل إلى الجرعات الغير مقبولة. L'examen radiologique le plus fréquemment pratiqué est celui du thorax, يعني أشعة X نستعملوها في الثوراكس. 60% de tous les examens Orion X dans le monde. 60% من أشعة X نستعملوها في الثوراكس. في الراديوثيرابي في العلاج بالأشعة هذا ليس الكشف، هذا العلاج، يعني نستعملوه مثل الجراحة. avec la chirurgie une place prépondérante dans le traitement local ou local régional du cancer. الكونسير نعالجوه بطريقة ثانية، يا إما بالجراحة يا إما بلا راديوثيرابي. les différentes techniques de radiothérapie مثلا راح نستعملوا لا راديوثيرابي ميتابوليك qui utilise le rayonnement bêta de le parcours moyen dans le milieu biologique est très limité. يعني راح نستعملوا انسيرز بيتا من أجل الراديوثيرابي ميتابوليك كالكولي مليمتر داخل جسم الإنسان. ce qui permet d'irradier seulement le volume tissulaire pathologique en accumulant le radionucléide dans les zones suspectes. les principaux radioéléments utilisés sont le iode 131 ou le phosphore 32. هذو هما العنصرين إيميتور بيتا راح نستعملوه في الراديوثيرابي ميتابوليك يعني تيسولار. كاين لا كيوري ثيرابي كي يوتيليز دي سورس دي رينمو جاما، هذه جاما اللي هي اشعه اقوى من البيتا. اون يوتيليز دي سورس سيلي كولو بلاس او كونتاكت ا لانتيريور دي ماس تيمورال. لي برينسيبال سورس يوتيليزي اون كيوري ثيرابي سون لو سيزيوم 137 لو كوبالت 60 اي ليريديوم 192. هذو عناصر نظائر المشعة نستعملوها في الكيروثيرابي يعني في العلاج، تستعمل العلاج باستعمال أشعة جاما في لاميتسين نيكليار. لا راديوثيرابي ترانسكوتاني و اكستان نسموها اكستان يعني الظاهرية الخارجية. اون بلوا ايغالمون دي سورس دي رينمو سوليد كي اونتيليزي ا دي ديستونس بليز او موا غروند يعني 5 سنتيم ا متر بعدهم على جسم الانسان، وراح نستعملوهم لعلاج الامراض
الخارجية، يعني لي تيمور اللي يكونوا خارجين خارج الجلد خارج جسم الإنسان. لور دو لا ماس تيمورال. دو تيب داباراي سون تبلوي اكتويلمون اون راديو ثيرابي اكسترن. واش هما هذو لي دو زاباراي يستعملوهم في الراديو ثيرابي اكسترن؟ كاين لي سورس اباراي فيها اون سورس دو كوبالت 60، عندها اون انرجي موين 1.25 ماف اللي هي انرجي كبيره جدا، اي تنفرمي دون لي تيت دي رادياسيون اي ديليميتي دان فيسو ريغلابل على دان ديافراغم. الديافراغم كاين فتحه صغيره في 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 هذا الجهاز تخرج أشعة جاما الصادرة عن الكوبالت 60 ونوجهوها مباشرة للتيمور من أجل العلاج، وتكون على بعد 5 سنتيمتر إلى 1 متر عن جسم الإنسان لعلاجه بطريقة خارجية. لا تيت موبيل اوتور دان اكس اوريزونتال بيرمي انسيدونس ملتيبل دونك اون راديياسيون ا دوز الفي دون لو فوليوم سيبل تيمورال توت اون بروتيجون لي تيسو انفيرونمونتال. لي اكسيلاتور لينيير او لي سيركولار ديليكترون سي دي زيميتور دو توب ريونمون، يعني سي دي زيميتور الكترون ولا فوتون، يعني لي فوتون سي لي جاما فابل، هذوما لي فوتون او الاشعه الضوئيه فقط. ريونمون دو فريناج دون لينيرجي فاري دو 5 ا 25 ماف. L'avantage majeur de ce type d'appareil est l'amélioration du rendement en profondeur et sous dosage du premier millimètre, voire des centimètres de tissu à l'entrée du rayonnement. Les principaux radiologues utilisés en radiothérapie, c'est ce qu'on utilise dans le traitement de la radiothérapie. Quel est le sourcilé? C'est un moulakhas qu'on utilise dans le traitement de la radiothérapie. On a parlé sur les émetteurs bêta gamma. وهضرنا على لي راديو ستوب لو كوبالت 60 دو سيزيوم 137 لو راديو 192. كل واحد وين يستعملوه؟ لو كوبالت 60 قلنا نستعملوه في الراديو ثيرابي اكسترن، يعني تاع خارج جسم الانسان، لي تيومور يكونوا خارج جسم الانسان يعني يكونوا باينين في الجلد تاعو. لو سيزيوم 137 نستعملوه في لا كيوري ثيرابي انترن، يعني يدخلوا داخل جسم الانسان. لي راديو 192 نستعملوه في لا كيوري ثيرابي. اليود 130 نستعملوه في علاج سرطان الغدد على مستوى الغدد، يعني ماركاج دي مولكيول. لو اس ار 89 استعملوه في لي فيكتريس. لو ار 180 استعملوه في لي تريتمون دي دولور دو ميتاستاز او زوس. لو اس ام 153 استعملوه في لي تريتمون دي دولور فوسفور توندور، استعملوه في لي تريتمون ايماتولوجيك. لو اي 90 استعملوه في لي تريتمون دي ارتيكولاسيون او زوس بار دي فورم كولويد اي لي راديو ايزوتوب. دائما في الطب النووي لو تكنيك دو دياغنوستيك اي فيفي، يعني تقنيات الكشف الاولي، الكشف الاولي قبل العلاج سون بازي سور لا ميثود دي تراسور، يعني يعطونا معلومات اوليه عن المريض. Un produit radiopharmaceutique est administré aux patients afin de suivre un phénomène physiologique spécifique. يعني كي نكتشفوا الحالة تاعو ونشكوا في حاجة معينة راح نعطوه دي راديو فارماسوتيك ياكلهم، يعني كي نقولوا فارماسوتيك يعني أدوية، أدوية راح يستهلكها، وهذه الأدوية عبارة عن عناصر مشعة وراح تعطينا معلومات على لي فينومان فيزيولوجيك سبيسيفيك. ستان ديتكتور يستهلكوا المريض اللي هو في الحقيقه جاما كاميرا. جاما كاميرا يعني راح عنصر مشع جاما دخلوه في جسم الانسان داخل، وعن طريق كاميرا راح ديتكتو لي جاما هذه. الجاما هذه تتبع العنصر المريض اللي هو العضو المريض وتقوم بتصويره باستعمال جاما. بلاسيون دور ديكور، هذه الكاميرا راهي خارج الجسم، اما مصدر الجاما هو داخل الجسم. الراديو فارماسوتيك هذا اللي نستعملوه في لاميتين نيكليير بوت اتر كونسي دو فاسون ان فيكسي كو سور سيرتان تيسي او اورغان، يعني يروح يتفيكسا في بعض الاعضاء داخل الجسم. ابري لادمينستراسيون راح نتبعوا لو تراجيكتوار تاع هذا لا سورس جاما ونوتيليزون الكاميرا. Le procédé s'appelle imagerie plane ou scintigraphie. La scintigraphie statique.
lorsque se succèdent avec rapidité, les images fournissent une représentation dynamique. يعني راح يعطينا représentation dynamique. يعطينا سلوك هذاك العضو بطريقة دينامية. يعني نشوفوا حركة هذاك العضو. مثلا نقدر نتبعوا كمثال نقدر نتبعوا حركة القلب. Le battement du cœur. نقدر نتبعوا حركة التنفس في الرئتين. نقدروا نتبعوا عمل الكلى. هذه كلها اعضاء نستعملوا فيها لي راديو فارماسيوتيك هذو باش نتبعوا لو فونكسيونمون تاعها. بون وهذا الراديو فارماسيوتيك اللي رايحين نعطوه للمريض ريفيل لي رونسينمون ديتايي سو لا فونكسيوناليتي تيل كو لو باغ اكزومبل لو فيدونج غاستريك كما هضرنا على لي بروسيس ريسبيراتوار دي بومون l'activité de pompage du cœur, أي عضو في جسم الإنسان راح يتبعوه باستعمال هذا الراديو فارماسيوتيك ونقراو الـ representation dynamique في الجاما كاميرا موضوعة خارج جسم الإنسان. Comme une radiographie, les techniques permettent d'obtenir une image totalité ou d'une partie d'organe donné. Le principe est différent. Différence est dans médecine nucléaire. L'image obtenue donne une mesure de l'activité d'une fonction physiologique ou biochimique spécifique. يعني من قياس أشعة جاما تعطينا صورة عن عمل ذلك العضو. Alors que qu'une image radiographique ne donne qu'une représentation anatomique. يعني كاين ليماج اللي تعطيك شكل العضو ميزانه لي ديمونسيون تاعو يعني الابعاد ذلك العضو او طريقة عمله. العناصر اللي نستعملوها في ليماجري لا سنتيغرافي هذه اللي هضرنا عليها في راديو فارماسيوتيك. هذا الراديو فارماسيوتيك كاين لو تكنيسيون 99 اللي عنده ديمي دفي 6 ساعات 6.01 ساعة. استعملوه في الماركاج دو لالبومين مان في لافوارات لي مول اوسوس لي بومون لو سيرفو لي تيمور لو كور لي اوس. كاين لو تيلور 201 نستعملوه في ليكزاما دو ميسكل كاردياك. كاين اليود 231 قلنا نستعملوه في ليكزاما دي التيرويد يعني الغدد ولي فيكتريس دون لي ميديكامون باغ اكزومبل اليود 223 لانديوم 111 نستعملوه في الماركاج دي بروتين ليكزينوم 133 نستعملوه في ليكزاما دي بومون وهكذا كل عنصر مشع نظير مشع عنده استعمالات سواء في السنتيغرافي يعني في الجاما ميتري او في الجاما كاميرا او في العلاجات المباشره اللي هضرنا عليها كما الكوبالت والكوبالت 60 والسيزيوم 137. بون يوتيليزاسيون دي ريموند نروحوا دوكا نخرجوا من التطبيقات الطبيه ونروحوا للتطبيقات في الصناعه. تطبيقات النظائر المشعه في الصناعه يعني توت لي زاندستري ابليك اوجوردي سو اون فورم اون اوتر دي ميثود راديو ايزوتوبيك دي راديسون لي بليز امبورطونت ابليكاسيون سون كيلكوز ابليكاسيون راح نذكروهم بعض التطبيقات الصناعيه اللي للنظائر المشعه باغ اكزومبل نستعملوهم كوم دي تراسور. واش معناتها دي تراسور؟ سي اجوتي دو بيتيت كونتيتي دي سوبستانس راديو اكتيف او ماتيار سوميز ان بروسيسوس ا سويفر لا بروغريسيون دي زانديكاتور راديو اكتيف. اون بو سيتي كوم اكزومبل لا ميزور دي فيتيس ديكولمون دو تويو لا ديتكسيون دي فويت دون لو تويو باغ اكزومبل سوتيران لي ميزور دو ديبي دو فويت. هذه تطبيقات صناعيه يعني نقدروا نحسبوا سرعه تدفق اي ليكيد اي سائل في تيو في دونزان تويو دونزان كانال نقدروا نديتكتو لي فويت في ان تويو ان بايب سوتيرا نقدروا نحسبوا لي ديبي يعني كم التدفق في لي سائل ما داخل تويو تحت الارض. نقدروا نستعملوهم كوم دي جوج ديتكتور راديو زوتوبيك باغ اكزومبل نستعملوهم في لي ديتكتور دي نيفو مستويات لي طونك لي كرون طونك تاع تاع السوائل الكبيره في الصناعات الكبيره باغ اكزومبل في الصناعات البتروليه. كاين دي تانك اللي لازم نعرفوا المستوى تاعهم لي جوج ديبيسور لي جوج دونسيتي هذو كاع قياسات نحتاجوها في الصناعات او
سواء في الصناعات البترولية، سواء في الصناعات الميكانيكية، في صناعة الطائرات، في صناعة السيارات، في كل الصناعات الميكانيكية والصناعية نستعمل هذا الراديوزوتوب من أجل كوم دي تراسور ولا كوم دي ديتكتور ولا كوم ديتكتور دو فيمي باغ اكزومبل ايسوس رادكتيف الفا داميريسيوم 241 نستعملوهم باش ديتكتو الحرائق. يعني هذو فلار يرجعوا يرجع ايميتور الفا لاميريسيوم 241 كي يتعرض لدخان الاحتراق يكون ايميتور الفا، وبهذا نقدروا ديتكتو احتراق او حادث احتراق في مكان معين. لا راديوغرافي جاما ثاني نقدروا نستعملوا لي راديوغرافي باغ اكزومبل بور كما قلنا لي ديتكسيون دي سودور دي بايب لاين لي غرون بايب لاين نتبعوهم بالراديوغرافي جاما يعني بليماجري جاما. هذه ليماجري جاما يعني كونترول دي سودور كونترول دي زوفراج دي ترافو بوبليك لي كونستركسيون طوموبيل لايرونوتيك لي نافال اللي هما الغواصات البحرية نستعملوا لي الراديوغرافي جاما باش نديروا لها لا مينتونونس طائرات كل اشياء المفاعلات النووية. ثاني نقدروا نستعملوا لا جاما كاميرا باش نشوفوا دي فيسور ولا دي بروبليم فيه. نتبعوا مباشرة لتطبيقات النظائر المشعة في الصناعة كالي راديسون دي زاليمون باغ اكزومبل. هذا تطبيق في فلاحة عفوا لي راديسون دي زاليمون ايت اون ميثود دو تريتمون كونسيست ا اكسبوزي بوندون اون دوري ديتيرميني دي دونري امبالي او اون فراك دي دو سوانيوزمون كونترولي لي ريونمون اينيزون. سو تريتمون سوفي بار اكرواتر se fait pas accroître le niveau de radioactivité normale des denrées, quelle que soit la durée d'exposition, la dose rayonnement absorbé, mais il peut empêcher la division d'organismes unicellulaires tels que les bactéries. يعني نقدر نستعمل السورس رادوكتيفيز كمادة حافظة للمواد الغذائية تمنع تكاثر البكتيريات فيها. دي سيلور دورغانيزم سوبيريور او موديفيون لور ستركتور موكيلار ولا نقدروا نسرعوا تكاثر العناصر وبهذا نسرعوا نمو النباتات ولا نمو الحيوانات يعني تكاثر الحيوانات عده مرات في السنه. بون il peut aussi ralentir la maturation de certains fruits et légumes يعني نبقاو نحافظوا على كمواد حافظه للخضر والفواكه او المواد الغذائيه بصفه عامه. Par exemple, on peut citer quelques applications cinéaires, بعض التطبيقات الصناعية في les batteries nucléaires, les techniques datation isotopique, يعني نقدروا نعرفوا عمر الأرض. في علم الآثار والتاريخ ثاني نقدروا نعرفوا باستعمال كربون 14 نقدروا نعرفوا عمر آثار معينة بملايين السنين آلاف السنين باستعمال دي سورس دو ريونمون. Dans les établissements universitaires, dans les centres de recherche, بزاف لي زابليكاسيون اللي نحتاجو لي راديوزوتوب هذوما. بون نزيدو ابليكاسيون واحده اخرى في لاغريكولتور مثلا نسيناها كيما لي تكنيك نوكليار اون اغريكولتور واش نستعملوهم. Il contribue au développement continu connu du secteur pendant les dernières décennies. يعني ساهمت هذه التقنيات النووية في تطوير الفلاحة. ناخذوا اكزامبل مثلا utilisation des sondes à neutrons تطبيقات في الفلاحة مثلا لي سوند à neutrons نقدروا نحسبوا فيها كمية الماء الموجودة في لي ناب سوتيران يعني في المسطحات المائية تحت الأرض باستعمال دي سورس دو نوترون يعني باستعمال نظائر مشعة اللي هي مصادر النيوترونات. نقدروا نعرفوا مصادر الماء الموجودة بتقنيات نووية وكذلك بعدها عن سطح الأرض. Localiser les racines d'une culture est nécessaire pour décider un apport d'eau ou nécessaire. La sonde neutron est constituée d'une source isotopique de neutrons rapides
C'est une source de neutrons. Masse d'acte, un neutron net. Le neutron émis par la source sont ralentis et réfléchis suite à des chocs avec les atomes d'hydrogène entrant dans la contribution de l'eau. Nous savons que l'atome d'hydrogène est le plus petit dans la chimie. صغاره هذا عنده ان افونتاج انه تتكون نواة الهيدروجين من نوترون واحد، وعندما يتم ضربها بنوترون عندما تلتقي مع نوترون ماذا يحدث للنوترون اللي نضرب به نواة الهيدروجين؟ يرجع يتراجع. لو كان كانت النواة ثقيلة ماذا يحدث للنواة؟ يحدث لها انقسام، ولكن الهيدروجين لا تنقسم لأنها تتكون من نوترون واحد. يرجع هذا النوترون، عندما يرجع للنوترون احنا نعرفوا باللي الهيدروجين هو المكون الأساسي للماء، يعني هذا يعطينا معلومة أن الماء موجود باستعمال النوترون رابيد اللي راح يرجعهم أو يرانونتيهم نواة الهيدروجين الموجودة في الماء. وصي كاين استعمالات واحدة أخرى لي سون داريون غاما، هذيك لي نوتون دوكا نهضرو على لي غاما بو ديتيرميني لا دونسيتي أبارونت دو سول، يعني في أن سول في 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 طبقة أرضية نقدرو نعرفو لا دونسيتي تاعها مكوناتها، مكونات قشرة أرضية باستعمال لي غاما، يعني راح نطاكو مكونات القشرة الأرضية بأشعة غاما، ماذا يحدث لها؟ يحدث لها اختلال في النواة، يعني تتحول إلى العناصر المكونة للقشرة الأرضية تحول لرزتهم. وبعدها كي يتحولوا العناصر المشعة، المكونات تاع القشرة الأرضية يتحولوا العناصر المشعة، نقدروا نقيسوا أشعات جاما لي سباكتر جاما تاع مكونات القشرة الأرضية، وبهذا نقدر نعرف العناصر المكونة لهذه القشرة، نكتشف المعادن الموجودة، نكتشف أي عنصر موجود في قشرة أرضية على أي مستوى نستطيع أن نصل إليه تحت سطح الأرض. نقدروا نعرفوا لو دوغري دو كومباكتاسيون لا بوروزيتي، يعني نقدروا مكونات القشره والكثافه نتاعها ومكوناتها العناصر الموجوده فيها. نقدروا نستعملوا ثاني لي رادوزوتوب لو ان 15 لو فوسفور 32 لو فوسفور 33 بو ديتيرميني لي بيزوان اونغري، باغ اكزومبل هذا العناصر المشعه لو فوسفور نستعملوه في لي زونغري اغريكولتور. C'est pour déterminer les besoins en culture en azote, phosphate, l'azote et le phosphate, et les modalités de leur apport. يعني نقدر نعرف كمية الأزوت وكمية الفوسفات، الفوسفات اللي راح نضيفوها في les engrais agriculture. Le N15, c'est pour quantifier les quantités d'azote atmosphérique fixées par les parties aériennes des cultures, l'azote étant un élément plus important après le carbone, l'oxygène, les végétaux et des protéines. Le carbone 14, nous pouvons l'utiliser pour les suicides de décomposition de la matière organique du sol. Le carbone 14, il peut nous savoir l'âge de toute matière organique. يعني يعطينا عمر الكائنات الحية الموجودة على الأرض. دونك وين يستعملوه؟ إي نوطامون يوتيليزي بور كونتيفي لي ريزيدو دي بار لي بيستيسيد إي لي زيربيسيد دون لي سول، دون لي فروي إي لي ليغوم دون لي زو سو تيران، لو كاربون 14. يعطينا المكونات العضوية للتربة. بون. Les autres sources d'exposition, quelles les retombées des essais nucléaires, quelles مصادر أخرى للأشعة، كما قلنا، quelles les retombées des essais nucléaires اللي هي التجارب النووية اللي قامت بها بعض الدول في بعض المناطق، ثاني تعتبر مصادر للأشعة، لكن هذه مصادر يعني ماهيش مستعملة ولكنها غير لا يمكن أن نهمل لها، يعني نون نيجليجابل. وش فيها؟ فيها لي برودويت فيسيون كما هضرنا، في أي تفاعل نووي، قنبلة نووية هي عبارة عن مفاعل نووي غير متحكم فيه، لكن لي برودويت فيسيون والله العناصر اللي يخرجوا من التفاعل التسلسلي هي نفسها لو اس ار 90 لو سيزيوم 137 لو كربون 14 لو زيركونيوم 95 لو ار يو 106 هذو كان نستعملوهم في نلقاهم في لي زيسي نوكليير، يعني
هاد ريزيسيون نوكليير اللي بداو في السنوات الخمسينات والستينات والسبعينات. كاين باغ اكزومبل لي روجي اكسيدونتال دي ماتيرنتي. اكسيدونتال معناتها الحوادث الصراحة. ناخذ مثال كما الحادث الكبير المعروف تاع تشيرنوبيل تاع 26 افريل 1986، هذا انفجار مفاعل نووي مازال العناصر مشعه الى اليوم. هذه يسموها لاكسيدونتال، يعني الحوادث النوويه اللي صارت على في عده مفاعلات على الكره الارضيه. باختصار كخلاصه، il est possible de synthétiser les principes anciennement à retenir de cet exposé sur les sources extérieures de matière. يعني العناصر نقدروا ناخذوها نستخلصوها من هذا الدرس الاول، مصادر الاشعه. قلنا كاين مصادر طبيعيه دريومو كونتينيو ا اتر لا برينسيب سورس ديكسبوزيون، يعني اللي تمثل 70% من مصادر الاشعه على الكره الارضيه على الانسان، اللي توصل للانسان هي تمثل 70% هي المصادر الطبيعيه، و 30% مصادر قلنا ارتيفيسيال او صناعيه قوم بها. بون parmi les sources d'exposition naturelle qui est des rayonnements, c'est de loin le radon qui a la plus forte contribution. Le radon, هو أكبر حاجة اللي تجينا من الريونمون ناتورال الطبيعية. صح، وين نلقاو الرادون؟ نلقاوه في الهواء، نلقاوه في الماتيريو دو كونستركسيون، نلقاوه في الصخور، في المناجم، في بون. لي سور ديكسبونسيون ارتيفيسيال هما اللي يمثلوا 30%، هما اللي يجوا من استعمالات هذا الريمو في عده تطبيقات، في الميديسين، في الصناعه، في الطب، في الصناعه، في الفلاحه، في عده تطبيقات. هذا كل ما يتعلق بالدرس الاول. ان شاء الله في الدرس القادم راح نشوفوا المفاهيم الفيزيائيه العامه اللي هي تخص الفيزياء النوويه. هذا الفيزياء النوويه اللي راح تعطينا هذه الاشعه اللي راح نستعملوها في الدروس القادمه ان شاء الله. وشكرا على حسن استماعكم.